ولا تدخل الأرض تبعا للشجر، فإذا باد فلا يملك غرس مكانه. العكس مو صحيح. احنا لما نقول الأرض الشجر تبع الأرض، لكن الأرض مو تبع الشجر. يعني أنت الآن بعت شخصا أرضا، هذه الأرض مساحتها 5000، فيها نخيل مثلا أو فيها مزروعات أو فيها بيت أو فيها كذا، فأنت لما تشتري الأرض فأنت اشتريت الأرض مع النخل مع الزروع مع البيت مع، لأنها تبع للأرض. لكن إذا اشتريت النخلة اللي داخل الأرض ما اشتريت الأرض. فرق بين اشتريت الأرض واشتريت الزرع الذي في الأرض. فهنا عندما يشتري الشجرة التي في الأرض فهو لم يشتري الأرض، وإنما اشترى الشجرة، وعليه متى ما تيسر يقلع هذه الشجرة ويأخذها عند إلى أرضه التي يملكها. فالأرض لا تتبع الشجرة والشجرة تتبع الأرض. يعني ما يصير بعد، يعني حتى لو أخذ الشجرة مثلا وقلعها يجي بعد مدة يقول بحط شجرة مكانها، لا خلاص الأرض لي. إيه بس الشجرة كانت لي، الشجرة لك مو مكانها لك، الشجرة نفسها لك. يقول لا الشجرة ومكانها لي، غير صحيح أبدا، لأنه باع الأرض واشترط الشجرة، فالشجرة ترجع للمشتري للبائع يأخذها، وليس له أن يغرس مكانها. كل ساعة يجي يحط له شجرة في نفس هذا المكان. نعم.